السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة للجميع. أسأل الله أن يبارك في هذه الأيام وأن يخفف على إخواننا في غزة وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولزاما نقول أن نصرة أهلنا في غزة واجب على كل إنسان، فناهيك عن كل مسلم، وأقل ما ينصرون به هو الدعاء. نحن اهتممنا بالشأن الداخلي، ولكن هذا لا يعني أننا أغفلنا قضية القضايا، وهي قضية فلسطين وقضية أهلنا في غزة والحرب التي تشنها أو يشنها أتباع الصليب عليهم. لكن نحن على ثقة في الله عز وجل أن الناصر سيكون حليفه، وأن من يخوضون هذه المعركة هم خيرة الخيرة وهم صفوة الصفوة لهذه الأمة. أسأل الله أن يبارك فيهم، في قوتهم وفي صحتهم وفي أوقاتهم وفي صبرهم وفي ذريتهم وفي أزواجهم، اللهم آمين. إخوتي أخواتي، الحقيقة أن مواصلة للمواضيع التي تكلمنا عليها الحلقة الماضية، أن الحذاق واللي يديروا في روحهم شاطرين واللي يقتاتون على ألام الشعوب وعلى معاناتهم، والذين لا ييأسون ويعيدون المحاولة إثر المحاولة، ويحاولون دائماً أن يكونوا في المشهد بغض النظر عن مكانهم في هذا المشهد، المهم أن يكونوا موجودين فقط. هؤلاء يعولون على عدة عوامل، أهمها ذاكرة الشعوب. أهمها إيش؟ ذاكرة الشعوب، يعني يعرفون أن ذاكرة الشعوب قصيرة، وبالتالي يعولون عليها ويغيبون عن الشاشة فترة ثم يعودون ليمارسوا نفس الدور، ليس حبا في الشعب، ولكن يظنون أن هذه السياسة، ويظنون أن السياسة هي فن الفهلوة، ويظنون أن السياسة هي البلعطة المستدامة، ويمارسون البلعطة المستدامة باستمرار. في ليبيا بعد هذه الثورة العظيمة التي نحتفل بذكرها 13 قريبا، فقدنا فيها خيرة الرجال، وكان الأمل عظيم وكبير جدا أن نبني دولة مدنية ديمقراطية تخرج بنا عن هيمنة الغرب والشرق، ونكون مستقلين ونبني أحلامنا مع بعض. لكن للأسف ربي طيحنا في بلاوي، التفوا على هذه الثورة وما زالوا يلتفون، ومنهم من هم في صف فبراير. نعم، أعداء فبراير كان لهم دور كبير جدا، وقالوها بعظمة لسانتهم، قالوا كفانا فخرا إن احنا ما خليناكمش تبنوا دولة. هذا كلام جماعة سبتمبر، وطبعا لأنهم عجزوا عن قيام دولة لمدة 40 سنة، فبالتالي هذه واضحة جدا. لكن للأسف إن بعض أهل فبراير كان لهم أيضا دور سلبي جدا، والتفوا على حلم هذا الشعب ووضعوا يدهم في يد السفراء الأجانب حتى وصلنا إلى هذه الحال. السلبية هي أخطر مرض، والسلبية هي كارثة الكوارث. سلبية الشعب مصيبة سودة، وسلبية النخبة هي كارثة سودة نودة، وسلبية القادر على أن يفعل أي شيء من أجل
عدم العودة للاستبداد والديكتاتورية ستعيدنا 1000 خطوة إلى الوراء. سمعت من الكثير ممن كانوا رجالا وكانوا يعني في عنفوان الشباب وكانوا نشطين سياسيين في 1969 في 1-9، وآخرهم الأستاذ عبد الجليل الزاهي الرجل الرائع البدوي الجميل في شهادته التي يقدمها على قناة ليبيا الأحرار وهو معروف بصدقه وبصراحته، قال أن الجميع خرج مؤيدا للانقلاب. طوى ركزوا معي كويس، قال أن الجميع خرج مؤيد للانقلاب، وأنا سمعتها من كثير وأنتم أكيد سمعتها في 1969، لأن كان حاجة اسمها صوت العرب من القاهرة هو ليغسل غاسل دماغ الشباب. وبالتالي للأسف عادوا كثير من الليبيين، نكونوا واضحين، عادوا النظام الملكي ووقفوا ضد ذلك النظام الملكي، رغم عندما نقول في النظام الملكي انتقادا، لكن للأسف الشديد صوت العرب من القاهرة وهجومه على الأنظمة الملكية وما يسمى ذلك الألفاظ اللي سوقوا فيها الأنظمة الرجعية و و و وجدناه غسل كثير من أدمغة الشباب. الناس العاقلة وخاصة المناضلين القدامى اللي فاهمين لم ينجروا وراء صوت العرب من القاهرة وأحمد سعيد والمذيعين متاع اللي كان صوتهم يجلجل، وكان الراديو ما فيش إلا صوت العرب من القاهرة فقط، وكان شعارات القومية العربية وشعارات الوحدة العربية وإلقاء إسرائيل في البحر والثورة ومع أخي المواطن العربي، ويعني حماسيات. يعني لما تقرأ الآن كثير من مذكرات اليساريين والقوميين العرب سواء الكويتيين اليمنيين العمانيين المصريين السوريين، أنا قرأت الكثير الكثير منهم. والآن السوشيال ميديا، حتى الآن بعض البرامج التي تبث زي برنامج القبس في شهادات مهمة، الجميع يجمع على أن صوت العرب من القاهرة كان له الدور المحوري هنا الإعلام، ركزوا، في غسل أدمغة الشباب العربي لين تكونت جبهة الضفار في عمان واليمن و طبعا سوريا الحركات وحزب البعث الاشتراكي، العراق لا ننساه. لكن المفارقة العجيبة أن كل الأنظمة التي حكمها العسكر هي دول فاشلة، حتى الدول الغنية منها زي ليبيا الوضع المواطن فيها مزربة سيء جدا. يعني لما نحط لكم مقارنة بسيطة فقط، دولة زي ليبيا حكمها العسكر، الليبيين يمشوا يعالجوا في أفقر دولتين عربيتين تونس والأردن. تونس لأن لم يحكمها عسكري رغم مؤاخذاتنا على نظام بورقيبة، والأردن لأن لم يحكمها عسكري، وهذه ما يقدر حد ينكرها. الليبيين اليوم في مستشفيات الأردن ومستشفيات تونس أكثر من مستشفيات ليبيا، لأنها دول مستقرة لم تروج فيها البربغاندا متاع صوت العرب من القاهرة، والأنظمة فيها رغم فقر الدولة لكن استطاعت أن تبني نظام تعليمي صحي لمواطنيها ما يخرش مية، من أرقى الأنظمة الصحية والتعليمية في تونس وفي الأردن. أنا ضربت لك مثل، لما بنجول الرفاهية عاد أشوف دول الخليج وشوف اليمن، رغم خيرات اليمن ورغم موقعها الاستراتيجي ورغم لأن حكمها العسكر من أفقر الدول. العراق، وما أدراك ما العراق، من أغنى الدول بالنفط، الأنهار،
الغيرة لأن أحكامها العسكر متخلفة حتى في عهد صدام. ما تقوليش لا في عهد صدام كانت وكانت، بتكلموا لي على الزمان تحكي ليش، كان يقتل في شعبه صدام حسين، كان مداير بهذا ولم يطور العراق. وهو أنا لما خشوا عليه لقوا أسلحة دمار شامل، لقوا حاجة بوبلي فارغ وعسكرية وانواط وكلام فارغ. ليبيا وعندكم الحالة، سوريا تو بالله يا ما أغنى سوريا ولا الأردن، أما أغنى، لكن لأن سوريا حكمها العسكر والاستبداد شوفوا الوضع فيها. راي قبل 2011، مش ما تقولوش قبل 2011 كلنا مشينا لسوريا وكلنا مشينا للأردن وشفنا الوضع. ما تحكيليش بعد 2011، لا مش ما تقولوش. شن نبي نوصل؟ نبي نوصل أن الإعلام إما أن يصنع وعي، ومن يخرج على الإعلام أن يصنع وعي حقيقي في المجتمع، وإما أن يصنع وعي مزيف، تزييف الوعي، ما يسمى بتزييف الوعي، هذا اللي صنع صوت العرب من القاهرة. كذلك السياسيين، السياسيين كانوا يخرجوا يبيعوا للناس في الوهم، يبيعوا لهم في انتصارات وهمية. أيام صوت العرب من القاهرة، محمد حسنين هيكل هذا اللي يتغنوا به من أكبر المجرمين الذين ساهموا في تزييف الوعي العربي. وقص على ذلك لأن كان رئيس تحرير الأهرام وكان رئيس تحرير العديد من وكان له الكلمة العليا في مكتب جمال عبد الناصر من ناحية الإعلامية. وإذا أردت أن أعدد الذين ساهموا في تزييف وعي المجتمع العربي والمسلم لن تكفيني سنة من الحلقة. يعني احنا في السنة نديره في 104 حلقة أو على الأقل من بين السطور، لن تكفيني سنة كاملة. وبالتالي عندما ركزت على الذين يزيفون الوعي وقلنا نحن لهم بالمرصاد، لأننا نرفض أن يتكرر المشهد في 1969، ونحاول جاهدين بما أوتينا من جهد على الأقل حفاظا على إنسانيتنا، كما قال ذلك الرجل الذي كان اللي حكيت لكم عليه، الذي كان يوقد شمعة ويقف أمام البيت الأبيض في حرب فيتنام. الرجل يوميا يوقد شمعة ويمشي يوقف قدام البيت الأبيض ويقول لا للحرب في فيتنام، معلق لافتة. يوم 2/10/20 شهر شهرين جاء واحد صحفي قال له يا سيدي ماذا تفعل؟ قال له زي ما تشوف أرفض الحرب. قال له هل تعتقد أنك أنت ستغير بوقفتك هذه أمام البيت الأبيض ستغير من الموقف الأمريكي في الحرب؟ قال له لا، أنا أعرف أنني لن أغير، ولكن أنا أحافظ على إنسانيتي حتى لا يقول الساسة اللي في داخل البيت الأبيض أن الناس كلها فقدت إنسانيتها، أن الناس كلها تم تخديرها، أن الناس كلها نضحك عليها. والله ما نخرج على التلفزيون حبا في الظهور، أقسم بالله أنها ثقل وعبء علي أنا وعلي أسرتي وعلي أحبابي وعلي ناسي. والله إن الخروج على الإعلام أشد وقع على صاحبي من المواجهة المسلح. والخروج في معركة الإعلام أقوى وأشد نفسيا وعلى كل الأصعدة. لكن لا نريد، لأن فرض كفاية إذا لم يقم به البعض أثم الجميع. فما تظنوش أن احنا نخرج على الإعلام يعني من باب المتعة ولا من باب ما عندناش ما نخدمه ولا لا لا لا، نحن نخرج على الإعلام حتى لا تتكرر النكبات وحتى لا نفقد إنسانيتنا
وحتى لا نفق لا يقول هؤلاء الحداق والشطار اللي يلعبوا بمصير الشعوب انهم ضحكوا على الناس وانهم استطاعوا ان يضحكوا على الجميع، لان نحن شهود ونحن نعرف ما يجري. ضحكوا علينا في 2015 وروجوا لاتفاق لعين أودى بنا إلى الوصاية الأجنبية، وجاء بحكومة حكمت 5 سنوات ما بنتش بلوكة على بلوكة، بل بالعكس حتى الكناسة ما لمتهاش. أنا قلت وأعيد وأزيد، بحجة كلام معسول والتصدي، عرضنا لكم في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها كلام الأستاذ محمد صوان، وهو الآن نفس الشيء يفعل نفس الشيء الآن هو وحزبه. ومن حقنا أن ننتقد، لأن هذا شخصية عامة ويشتغل في إطار العمل السياسي وحزب ومرخص ليه. يجب أن نتكلم وبقوة، ولا يستطيع لهوى ولا ألف غير أن يسكتنا. كل اللي في المشهد بعد فبراير ما فيش حد، وأنا متخصص ولن أسكت والله لو نقعد بروحي. كيف وشفتوا كلام؟ الحمد لله أنا ما نجيب في شيء من عندي، كل كلمة منهم هم. اليوم حنجيب لكم رئيس لجنة السياسات ومن وقع زورا وبهتانا على المؤتمر الوطني، الأستاذ نزار كعوار رئيس لجنة السياسات في الحزب الانقلابي اللي يسمى زورا وبهتانا الديمقراطي، الذي بنوه على أنقاض حزب العدالة والبناء بعد أن أخذوا كل شيء معه، حتى العامل البنغلاديشي اللي كان بواب، والأستاذ صالح مخزوم اللي وقع وهو غير ذي صفة، اللي اتصلت به شخصيا وقلت له، لأنه كان ماشي يطعم في بنية في صفاقس لقيناه في الصخيرات، وأشهد الله على ذلك. الأستاذ نزار كعوان كان كثيف الخروج، كان يخرج على الإعلام تقريبا كل ليلة قبل توقيع اتفاق الصخيرات، وكان يلف على معسكرات التوار وعلى، وشفتوه قال قائلهم اللي يبين نجي لحوشه ونشرح له الاتفاق تو نجي نشرح له، فكانوا هم يلفوا ويطلعوا في الإعلام علشان يقنعوا العالم باتفاق الصخيرات. لكن عندما وصل الحال إلى ما وصل إليه، الأستاذ نزار كعوان كان عضو في جنيف وكان يعمل وبقوة ويروج لقائمة فتح بشار عقيلة صالح. أنا ما مشيتش لجنيف ولا رضيت باللي طرحوه، مع أن اتصلوا بينا الأمم المتحدة وأعطيناهم الأسماء اللي احنا مرشحينها، لكن لازم نعرف وين ماشيين. قالوا لا بتجي تفضل، ما قلنا لهم السلام عليكم لا يشرفنا، خلي اللي يحضر يتحمل. لكن من لما تم توقيع الصخيرات وجابوا حكومة السراج لم نعد نراهم بتلك الكثافة في وسائل الإعلام، اختفوا وتركوا الشعب يواجه مصيره. ثم ذهبوا لجنيف، وكذلك قبل جنيف كان لهم خروج مكتف و بعد ما جت حكومة دبيبة تريحوا شوية. أنا شخصية بعد ما حدث في جنيف وبعد انكسر الأستاذ نزار كعوان تليفونه ولا مانيش عارف اللي حاضرين يعاودوا، وترك غرفة، حتى غرفة الفندق ما سلمش مفتاحها ولا تركها مفتوحة، المهم ما أمور ما عليناش فيها زايدة، قلت أنا الراجل بيعتزل السياسة خلاص. لكن الآن نجدهم نشيطين ويواصلون الليل بالنهار من أجل الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية بحجة أن يبقوا حكومة تانية. ما قلتوا أنتم حكومة السراج هي اللي بتمشي الانتخابات، وقلتوا عليها عامين على الأكثر من 18 إلى 24 شهر، خليتوا 5 سنين وأنتم تنصوا.
ما نبيش نخش في أمور تانية. كل واحد معروف يوم جاء للمؤتمر الوطني يوم 7/7/2012 كم في حسابه وين كان يسكن، واليوم كل واحد معروف كم في حساباته وين يسكنوا وشين عندهم من أملاك في الداخل والخارج. لكن هذه أمور ما تعنيناش، احنا نتكلموا في معركة الوعي. اليوم هذه الوجوه اللي كانت تقنع في الشعب وتبيع في الوهم للشعب، زي ما كان صوت أحمد سعيد ولا جنسمان بتاع صوت العرب من القاهرة يبيع في الوهم لشباب الأمة العربية والإسلامية، مارسوا هم نفس الدور وقاعدين الآن يمارسوا في نفس الدور. ترى خلينا بالله نسمعوهم بالتدريج في صوتهم هم وشين كان يقولوا، بالك كلامين يطلع غلط، بالك ما كانوا يبيعوا في الوهم. أعطوني الفيديو الأول يا شباب. نحن في نظرنا بأن بعد هذا الصراع المرير وبعد هذا الانقسام آن الأوان لتشكيل حكومة توافق وطني تكون حكومة متوازنة تلبي ده مطلب ولا هذا بيحصل دلوقتي؟ الآن بدأ يحصل، بدأ يتطور. الآن تتحدث عن حوار استمر سنة ونيف وهناك الآن 7 مسودات، يعني مسودة الاتفاق بدأت تتطور شيئا فشيئا شيئا فشيئا ووصلت إلى الحد اللي أرى أنه هو متوازن. وصلت الحد اللي سينبثق عنها حكومة تستجيب لمعاناة الشعب، تنهي الصراع، تنهي الانقسام حكومتين وبرلمانين، وتبدأ للتصدي في الملفات الثقيلة في البلد. هناك أزمة مالية وهناك إرهاب في البلد وهناك قضايا كثيرة، نحتاج لحكومة توافق وطني تصنع استقرار. أيوة. يلتقط الشعب أنفاسه، نضع رؤية ومشروع يلتف حول الشعب ونذهب بالبلد إلى بر الأمان. التوافق سينجح بطبيعة الحال لأن هناك ليه حفتر مش فيه؟ أنا سأقول لك ليش حفتر مش فيه، لأن حفتر كما أسلفت هو ساهم بكل قوة في تخريب المسار الديمقراطي في البلد، وبالتالي هو مصنف من شريحة كبيرة داخل الشعب الليبي بأنه هو انقلابي وهو لص من لصوص العسكر، وبالتالي كل الشخصيات الجدلية وكل الشخصيات اللي ساهمت في تدمير المسار الديمقراطي وفي المسار السلمي يجب أن تكون خارج المشهد. وفي شخصيات غير حافظة خارج المشهد؟ كثيرين سيكونون خارج المشهد. طيب. وبالتالي الآن هناك إرادة للتوافق داخل مجلس النواب، داخل المؤتمر الوطني العام، على مستوى قطاع شعبي عريض، وهناك مسودة بدأت تنضج شيئا فشيئا، وهناك حكومة منبثقة الآن حولها جدل، وهذه المسودة وهذه الاتفاقية التي سانبثقت عنها الحكومة تحدد مسألة المناصب السيادية بما فيها القائد العام للجيش. تمام. المسودة تقول بالحرف الواحد أن عندما تتشكل الحكومة سيكون هناك حوالي 20 أو 30 يوم للتداول حول هذه المناصب بما فيها القائد العام للجيش. إذا لم يتم الاتصال الوصول إلى اتفاق ستصبح هذه المناصب شاغرة، وهذا يعني أن كل يعني حفتر برا بقى حفتر برا. الحمد لله إن ما نفتريش عليهم، وهذا تاريخ صوت وصورة وعندنا أرشيف يعجبكم. ريتوا كيف يبيعوا في الوهم للناس في 2015. هذا المذيع الأستاذ محمد ناصر في قناة مكملين على فكرة اللقاء داخ، معقولة سياسي يطلع يقول هذا؟ التقيته بعدها بسنة ولا سنتين وسألته، قال لي شيء عجب، قال لي لم أكن أتصور بصراحة، قال لك أن هناك إنسان، يعني والله ما نبي نقول كلام يؤخذ علي، عرفت؟ عموما سمعتوا أنتم بيع الوهم، وبعد هذا الصراع المرير وبعد هذا كذا نأتي بحكومة متوازنة. تعرفوا الأستاذ نزار كعوان والله أغمي عليه داخل المؤتمر الوطني علشان يسقط الأستاذ نوري بوسهمين، يعني كأن نوري بوسهمين هذا شمعون بيريز. وشفتوا تخيلوا، يعني شيء من أغرب ما يكون.
حكومة متوازنة ومسودة متوازنة، ونريد حكومة تستجيب لمعاناة الشعب وتتصدى للملفات الثقيلة وتصنع الاستقرار ويلتقط الشعب أنفاسه. لاحظوا التعابير، لاحظوا المصطلحات. ونذهب لبر الأمان وحفتر خارج المشهد، ومن 20 إلى 30 يوم المناصب. ولما سأله قال له في ناس غير حفتر، قال له نعم في كثير من الشخصيات معروفة، نوري بوسهمين، خليفة الغويل، محمود عبد العزيز، فلان 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 فلان، كلهم هذين كل اللي. لكن شو لقينا؟ لقينا أن حفتر يتمدد هو وأولاده، معاش حفتر بروحه. لقينا أن عبد الله الثني يتمدد. اليوم وانا نقلب في الأرشيف بتاعي لقيت مراسلة عبد الله الثني لترامب، يبارك له، أقسم بالله متت بالضحك. غير الشاهد، الأستاذ نزار كعوان لم يترك فرصة لبيع هذا الكلام ولإقناع الناس بأن اللي جاي أفضل، غير ابعدوا المؤتمر الوطني وحكومة خليفة الغويل وخلوا البرلمان وشوفوا كيف ليبيا بتولي. هذا كلامه هو، تصنع الاستقرار، تستجيب لمعاناة الشعب، تتصدى الملفات الثقيلة. احنا ديما لما نتلاقوا نضحكوا عليها المصطلحات متاع الأستاذ نزار، عرفها. اليوم نفس الشيء، الشاهد اليوم معاش عندهم خدمة إلا الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية. بخير حكومة الوحدة الوطنية استجابة لمعاناة الشعب، وأن تتصدى للملفات الثقيلة وإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام السياسي. لازم نريد حكومة توحد ليبيا، نفس الكلام. نريد حكومة متوازنة توحد ليبيا، تشرف على الانتخابات. ويا الله، بعد 9 سنوات ما زالوا في نفس الغي ويضحكوا على الشعب بنفس العبارات، نفسها بالضبط، نفس اللي كانت تسوق له صوت العرب من القاهرة والتي أغرت به ولم تفعل شيء. صوت العرب من القاهرة كان اليهود يدكون القاهرة ويدكون الإسماعيلية، وأحمد سعيد يقول إن جنودنا يقتربون من تحرير القدس، وتحية للجيوش العربية، وهي 5 ولا 6 جيوش هزمت شر هزمة، وصوت العرب من القاهرة يبلبل ويغني ويبيع في الوهم للناس. نفس الاستراتيجية، استراتيجية الضحك على البسطاء، استراتيجية بيع الوهم بمصطلحات تدغدغ مشاعر الناس. للأسف الشديد اليوم ومرة أخرى نحن لا نريد حكومة الوحدة الوطنية ولا نريد البرلمان، لكن قبلها البرلمان، مجلس الدولة، خليفة حفتر، اللي هم من 2015 يقولوا لكم خارج المشهد. اليوم يقولوا لكم الواقع، تصور في 2015 خارج المشهد وبعدين قالوا لكم الواقع. تخيلوا. عقيلة صالح اللي أعطى الإذن للحرب على طرابلس وضعوا عيديهم في ديه في جنيف ويبوا يحك. تخيلوا لو عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي، لما الواحد يتفكرها قريب يغمى عليه. لكن ربي عز وجل لم يخذلنا. إيه نعم، وطلعنا وقلنا والله ما وشاد عقيلة صالح، وربي أبر بقسمنا وشداش عقيلة صالح. عارفها عارفها صعبة شوية، لكن هذه هي الحقيقة. الآن منوروكم فيديو آخر للأستاذ نزار كعوان. خلي الناس تشوف الأستاذ نزار كعوان اللي اليوم هو رئيس لجنة السياسات في الحزب الانقلابي، وهو مع محمد صوان من يديرون المطبخ، وهالحركات اللي تشوف فيها الاجتماعات في مصراتة والاجتماعات في طرابلس وكذا، هو اللي يحرك فيهم هو ومحمد صوان. شوفوا شين كان الوهم اللي بيعولكم فيه في 2015، اللي خلوا الكناسة قريب تردمكم،
اللي خلوا كورونا قريب تقضي على الشعب لولا لطف الله عز وجل، وإن ما زال في صالحين في بلادنا. جت جنيف وجابت الحكومة هذه مش جابت اللقاحات، راي الله أعلم بحله. كورونا كانت تاكل في الشعب ماكل، ما جابوش لقاح واحد شفاعي رسول الله، وهذا مش هذا الواقع. الشعب الليبي كله شاف. أعطوني الكلب الثاني يا شباب. أخي محمد، في هذه القضية والضيف الكريم، لابد أن نقتنع بأن ليبيا أكبر من مجلس النواب وأكبر من المؤتمر الوطني العام وأكبر من القيادات السياسية الجدلية وغير جدلية. الآن هناك منعطف تاريخي وهناك يعني محطة نريد أن نعبر بينها إلى الأمام. فيما يتعلق بهذا المسودة عالجت معالجة متميزة في هذا الموضوع، يعني بعد ما يتم تشكيل الحكومة يختار رئيس الحكومة بالتوافق ونائب رئيس عن مجلس النواب ونائب رئيس عن المؤتمر الوطني العام، ويمثل إلى حد ما هناك توازن حقيقي وقرارات بالإجماع، وستبقى بعد ما تشكيل الحكومة لمدة 20 يوم، ثم تصبح المناصب شاغرة، يتم التداول، يكون هناك جدل، هناك تشاور، إلى أن نصل إلى شخصيات تلقى قبول. يعني أخي محمد، أنا أيضا من العناصر الإيجابية فيما يتعلق بالمسودة والاتفاق الليبي المرتقب إن شاء الله، أن هناك قناعة من المجتمع الدولي بأن اللا استقرار في ليبيا ستكون تكلفته كبيرة على المجتمع الدولي. سيكون أمن المتوسط في مهب الريح، التجارة في المتوسط تكون في مهب الريح، ليبيا ربما تتحول إلى قاعدة تغذي العنف ولا استقرار في المنطقة بأسرها. معنا البعض راهن على إمكانية تدخل دولي أو عربي، وهذا مراهنة ليست في محلها إطلاقا. لا، ليست في محلها وغير واردة، وكنا نتابع محطة تلو المحطة، هذا غير إن لم يكن هناك اتفاق ليبي حقيقي بين النخب وتتشكل حكومة توافق وطني تتصدى لهذه الملفات، لن يكون هناك لن يكون هناك تدخل دولي. وبالتالي أنا في تقديري أن المجتمع الدولي عنده قناعة أن المنطقة هذه ليبيا لابد أن تستقر، لأن الاستقرار سيقف حجر عترة أمام الهجرة غير الشرعية، سيقف حجر أمام الإرهاب، سيساعد على الاستقرار، ستتحرك التجارة، وبالتالي هذا سيقف بكل قوة أمام التدخلات الإقليمية. ويجب أن يعي القادة السياسيين هذه القضية أن هناك فرصة حقيقية، أن هناك اتفاق دولي، وخصوصا من الدول اللي هي أعضاء في مجلس الأمن، هناك دفع بكل قوة، ورأينا يعني رؤانا يتفاعل إيجابي ومحاولة لخلق توازن داخل هذه المسودة ودخل هذه الحكومة، وبالتالي يجب أن نلتقط هذا الخيط ونمضي إلى الأمام. ومن فمه ودينه. بالله شفتوا الكلام اللي أن ليبيا أكبر من مجلس النواب وأكبر من المؤتمر الوطني، طلعت أكبر من المؤتمر الوطني بس، أما مجلس النواب قاعد نفرشك فيها يا حليمة. ريتوا لما قلت لكم التلاعب بالمصطلحات وبيع الوهم اللي يمارسوه هؤلاء وما زالوا يمارسونه، أن المسودة عالجت معالجة متميزة، وإن 20 يوم وسوف تكون كل المناصب شاغرة. لا والله 20 يوم مناصب شاغرة، لا واضحة جدا واضحة. أو حفتر بعد 20 يوم من الحكومة من الاتفاق أصبحت المناصب شاغرة، من دخول السراج مناصب شاغرة، هذا لاش أصلي مقعمز في حوشيني هو وجمعته. ورأوا اللقاء على قناة الجزيرة يا إخواني، لم يتركوا قناة، لم كملين للجزيرة، لا الرايد، لا حتى قناة فنزويلا طلعوا عليها، ما فيش قناة في العالم ما طلعوش عليها. قلت لك لين تقلب القنوات تلقاه قدامك نزار كعوان، شيء من أغرب ما يكون. والآن نفس الشيء، الآن نفس الشيء لما تشوف اتصالاته، طبعا احنا متابعين اتصالاته وبمن يتصل وبمن يجتمع، سواء في طرابلس، سواء في اسطنبول، سواء في أماكن أخرى، كل شيء موثق وكل شيء مسجل. قال لك إذا لم تأتي حكومة الوفاق فالاستقرار في مهب الريح وأمن المتوسط في مهب الريح، ولن تكون هناك تجارة، وينهاركم لحرف لو ما فيش حكومة وفاق. وقعد يقول يعني الهجرة غير الشرعية، يعني سمعتوه بروحك. وحفتر خارج المشهد، المناصب شاغرة. وبعدين لا خلوا باليرمو لا خلوا باريس، وشفتوا كيف حفتر دائما موجود. وراو قلنا هونم الكلام، اقسموا بالله العظيم يا اخواننا ما فيش ضمانات، يا اخواننا ما يضحكوش عليكم،
لا انتم شو فهمكم اصلا، انتم غير مرغوب فيكم، انتم اصلا انتم اللي 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 ضد الديمقراطيه واللي ضد الوحده. وبعدين هم حتى انتخابات حزب ما قبلوش بها، اما جماعه الديمقراطيه لان هم ما يبوش انتخابات، عارفين ان الانتخابات ستنهيهم. والله اني متاكد اول انتخابات الحزب الديمقراطي والله ما محصل كرسي، لان الشعب رفضهم تماما، وبالتالي هم حيحافظوا على وجودهم باي طريقه. ما فيش انتخابات ان شاء الله، لا جد انتخابات، جيبوا حكومه جديده زي ما قعدنا 5 سنين في في توا الصوان عمره فوق الستين، شنبي كان قعد له 5 سنين مع حكومه ثانيه زي حكومه السراج وضرب فيها معروفه كل شيء، خلاص انتهينا، واضحه الامور. يعني اللي 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 الجنايه في تصوري اللي ارتكبوها هؤلاء البشر في 2015 على الامه الليبيه، وان الملف الليبي اصبح خارج ايدي الليبيين، وسمعتوه المجتمع الدولي والمجتمع الدولي والسفراء، والله يا اخوان قد قال قائلهم ان البارجات الامريكيه في البحر لو ما وقعتوش على اتفاق الصخيرات حيضربوكم، اقسم بالله من فمه لاذني، مش نزار، واحد اخر، تخيلوا. والله العظيم أنه قيل للأستاذ نوري بوسهمين إذا لم توقعوا على اتفاق الصخيرات أخاف عليكم مثل رئيس ساحل العاجل اللي طلعوه في كانتيرا وفرعة، والله بالحرف. رأي كمية الضغوط اللي تعرضنا لها في الفترة هذيك، وللأسف كنا نخرج ونتكلم وما سكتناش، لكن كان صوتهم أعلى منا، كان صوتهم أعلى منا. تو أنا ما نبيش نزيد نحكي، تو هو واحد من الشباب اللي الآن قائد همام والله اتصل بي وقاعد محتفظ برقمه، تصور خوفونا بالميليشيات، أقسم بالله ان راه محمود عبد العزيز هذا ما هو ساكت، وهذا ضد اتفاق الصخيرات، وهذا والله يذكرها كهذه اللحظه قال لي احنا نبغوا نهدرزوا معاك تعال لنا، فقلت له لا والله ما صار، عاد انتم تجوني في الحوش يا سلام، يكون هنا نمشي لهم في المعسكر ما زال الاذن تسمع. قلت لهم لا تفضلوا في الحوش، تعالوا نحكوا نهدرزوا، اهلا وسهلا بكم. محمود ما يمشيش المعسكرات. ما أريد أن أخلص إليه أن هؤلاء جماعة الحزب الديمقراطي اللي أنا أفضل أن أسميه الانقلابي، لأن ما فعلوه انقلاب ما دام الكرطوش يخيط في شوارع طرابلس، ومشوا داروا حكومة في الشرق برئاسة فتحي باشاغا، شنف بعدها؟ هل في انقلاب بعد هذا الانقلاب؟ حفتر أعلن انقلاب 14/2/2014 وتعطيل الاعلان الدستوري، واوا هم داروها بطريقه ثانيه بس، لكن ما يفوتوش علينا، احنا ظابطينهم. اللي نبي نقوله واكرره علشان نكون في وعي وحتى لا تتكرر الماساه، ان لازم نكون حذرين من امثال هؤلاء، لان هؤلاء يعني جربتهم وعرفتهم، وأنا أعرف أن الكثيرين أصبحوا واعيين، لكن الآن هم يتلبسون بلباس أخرى وتحالفوا مع ناس أخرى وأصبحوا يقدمون غيرهم، حتى بعض السبتمبريين تحالفوا معهم ونحن أعلم بكل اجتماعاتهم، تخيلوا، ويقدمون وجوه أخرى، لكن لما تشوف الخطاب أعرف أنهم وراه، غير ما هوش مستواي أني نذكرهم الثانيين. ما نبيش، لا اريد ان اشرفهم بان اذكرهم في هذا البرنامج وفي هذه الشاشه وعلى هذه الشاشه. واحد قال لي، بعث لي واحد من العيال هذو، قال لي دكتور والله في فلان اشبح شني. قلت له يا رجل احنا تريس مصنع عملنا ولي وزنه ما نردوش عليهم،
تبين نردوا على الفروخ اللي حشاكم ولا العيال اللي الوليدات هذين الصغار اللي كان كبر وطول شوية تبين نرد عليها؟ لا عاد احنا احيانا يبدا واحد لكن ما نردوش عليه لان مش كل واحد، لو ان كل كلب عوى القمته وحجر لكان كل حجر مثقال بديناري، فما ينفعش. المهم بنعطوكم فيديو ثالث، ما هو احنا لازم بالدليل والبرهان، مش ما تقولوش احنا نجيب لكم في كلام ثاني، ترى اعطوني بالله الفيديو الثالث يا شباب. هذه الحكومة والمجلس الرئاسي ورئيس المجلس الرئاسي قد تم اختياره في ظل ظروف صعبة للغاية، انهيار سياسي، انهيار المؤسسات الأمنية، صراع على البلد إلى آخره إلى آخره، معاناة الليبيين على شط الأصعدة والمستويات. هنا تدخلوا أطراف الحوار بناء على المادة 64، هناك خرق، تم الاعتماد على توقيعات وامضاءات ولية تعبر عن إرادة مجلس النواب وانتهى الأمر. جاءوا أطراف الحوار اليوم وقالوا نرحب بتوقيعات مجلس النواب باعتبارها منحا للثقة والدفع بالبلد إلى بر الأمان والمضي الأمام والابتعاد عن الشكليات القانونية التي ربما تلاحق آجلا. معاناة شعبنا أكبر، كل هذه القضايا قضايا هامشية لا معنى لها أمام معاناة شعبنا، أمام أطفالنا الذين يموتون، أمام نزيف الدم، أمام خطر انهيار الدولة، أمام الإرهاب الذي يتمدد. فنرجو من الإخوة القانونيين والدستوريين أن يراعوا هذه القضايا. وبالتالي أنا أرى بأن الحكومة قد منحت، بعيدا عن الكلام الذي يقال وصايا ما وصايا ما كلام لا يليق، المسألة الاتفاق هو عبر عن إرادة شعبنا من خلال جزء من أعضاء المؤتمر وجزء من مجلس النواب ومن توقيعات مجلس النواب ومن أطراف الحوار اللي مطلت جل الطيف الليبي. فلنمضي إلى الأمام ونحل الأزمة. أما في والله يا أستاذ نزار أن هذا الكلام اللي قلته لو في دولة تحاكم عليه، لأن هذا جريمة مكتملة الأركان اللي قلته، يعني ناس غير مخولين، جزء من مجلس النواب، جزء من المؤتمر الوطني، لم وقرارات المؤتمر الوطني أنت تعرف اللائحة الداخلية شن تقول، وحتى اللائحة الداخلية للمجلس النواب تعرفها شن تقول، لكن كلها التفيتوا عليها وطالع تبرر فيها وبمصطلحات معاناة شعبنا، معاناة الليبيين وسط هي ظروف صعبة، تم التوقيع على هذا الاتفاق في وسط ظروف صعبة، انهيار أمني، انهيار سياسي، انهيار اقتصادي، وأن كل هذه القضايا هامشية. قالك القانون، تصور داسوا على القانون، داسوا على الأعراف البرلمانية، داسوا ولده. أنا قلت لكم أن هؤلاء مجرمين في حق الدولة، الآن هؤلاء لا يمكن بهم أن تقام دولة ولا يعرفون شو معنى دولة، كل كلام زي اللي تسمعوا فيه. شفتوا كيف يقول لك معاناة الليبيين لما يقول في هذا الكلام الدولار بزوج جنيه واربعين، في هذا اليوم كان الدولار بزوج جنيه واربعين وصل ب 15 دينار بالشيك و10 ولا 11 دينار كاش. هذه معاناة الليبيين اللي جاي الأستاذ نزار باتفاق سخيراته بحكومة السراجي بيرفعها. لما كان الأستاذ نزار يتكلم في هذا الكلام كان الطرابلس صب الزيت والحس، أصبحت الكناسة بالأكوام، كان حفتر في بعض شوارع في جنوب بنغازي أصبح في وادي الربيع وعين زارة والجنوب بالكامل، كانوا حكماء وأعيان المنطقة الغربية وتحديدا مصراتة يصلحوا بين التبو والتوارق وبين الأهالي وبين أهالي القطرون وباري ومرزق وكذا. أصبح حفتر يعتقل النساء اليوم في الجنوب. كان لتر البنزين ب 15 قرش عادي، اليوم في الجنوب ب 5 دينار. ريتوا لما قلت لكم هؤلاء يمثلون صوت العرب من القاهرة اللي كان في الستينات
اللي بيعوا في الوهم هذا نفسهم. شفتوا اللغة؟ قال لك هذه كلها وارجوا من الإخوة الدستوريين والقانونيين بغير متحشم يقول يسكروا فمهم، لأن طبعا يقول لك هذا اتفاق غير قانوني، هذا اتفاق غير قانوني يخالف الإعلان الدستوري ويخالف اللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني ويخالف اللائحة الداخلية حتى لمجلس النواب ويخالف حكم المحكمة. أو الأستاذ نزار اللي هو اليوم رئيس لجنة السياسات في الحزب الانقلابي، بالله كيف تبوا منهم يبنوا دولة اللي اليوم يتآمر على حكومة الوحدة الوطنية وقاعد يروج لكم إن عندهم مقترح بيجيبوا لكم حكومة تمشي بيها؟ بالله هذول ما زال صدقوهم، قال الحكومة نبوا حكومة جديدة تمشي بيها الانتخابات، وقاعدين يديروا في بيانات مع أشبح مين رابطة ما رابطة وتجمع أحزاب أشياء وهمية زي الكذب اللي تسمعوا فيه هذا كله قاعدين يروجوا فيه. طبعا هم يظنوا أن هذا كله نسيتوه وخلينا نقلب الصفحة ونبدو من جديد، معاولين على ذاكرة الشعب أن كله انتسيه وخلينا نقلب الصفحة ونبدو من جديد في عادي يا راجل. والله الذي لا إله غيره، وأنا اليوم هاو شني قال يحد لعجب بثلاثة أيام وينسى الشعب. طبعا مش نزار اللي قال لي، واحد تاني ده يروح حتى هو سياسي. والله الذي لا إله غيره قال لي يا دكتوري يحد لعجب بثلاثة أيام شعب في ساعة ما ينسى. قلت له عيب عليك يا رجل، عيب عليك يا رجل، كلام تقول فيه. قال لي شنو هو؟ قال لي خلاص ثلاثة أيام، ثلاثة أيام وينسى الشعب، حد لعجبك. وهذا هو اليوم تسعة سنين ونطلعوا لكم فيديوهاتكم حتى لا تتكرر المأساة، حتى لا نعود للاستبداد، حتى لا نعود للديكتاتورية، حتى لا نعود للفلايط بتاعكم دستوا على القانون ودستوا على الدولة ودستوا وكنت تتباكوا على معاناة الشعب والدحي وصل سبعة دينار يا سيد نزار. الشعب ما نسهلكش، اليوم الدحي 19 جنيه ونص في وسط طرابلس. طبعا أنا متأكد أنك ما تندريش عليه 19 دينار ونص، والدولار اللي كنت تكلم 2.40 جنيه في قبل توقيع الصغيرات اللي وصل لي شريا بال 15 دينار، والناس السيولة مش لاقيتها تبات بالشمالات قدام المصارف، وفي الأخير درتوا انقلاب وقعدتوا طرابلس هديتوا عليها تجوري، هذا هيثم التجوري مجرم. لن نسمح لكم بالعودة للضحك على الناس، ولن نسمح بأن تتكرر المآسي، وسوف نضل ما دام فينا صوت يصدح لن نخاف ولن نجبن ولن نسكت. وانتم تعرفوا التريز زين ومجربيننا وتعرفوا الصادق من الكاذب وتعرفوا لي يجرب الفلوس وتعرفوا لي سوما غالي، واضحة جدا. ننتقل إلى شخصية أخرى لأن الشباب يقولوا الوقت تم، لكن بالله يا شباب تحملوني شوية. إلى شخصية أخرى لم يكن له كبير التأثير، ولكن للأسف حتى هو لعب دور لأنه هو اللي وقع، هو الذي أتوا به محللا و لبسوا الجبة. أعطوني بالله يا شباب الكليب الرابع للدكتور صالح المخزون. الدوافع الحقيقية هو ما تعيشه ليبيا من انقسام سياسي وأزمة اقتصادية وأمنية تكاد تنهي البلد. هناك إحباط لدى المواطن الليبي، الآن أصبح الأمر يمس حتى رغيف الخبز بالنسبة للمواطن الليبي، عدم توفر السيولة، عدم
حقيقة توفر الأمن في الطرقات حتى في العاصمة طرابلس. لذلك كان لابد من أن تستكمل هذه الجولات التي لها الآن 14 شهرا بهذا التوافق من أجل تحديد موعد للتوقيع. وحتى الأقلية الموجودة سواء في المؤتمر أو في مجلس النواب يجب أن يلتحقوا. هذا لا يعني أن الأغلبية سوف تفرض رأيها، إنما لابد أن يلتحق الجميع في جلسة التوقيع في صخيرات يوم 16 ديسمبر من أجل توحيد ليبيا. أقل ما يمكن الخروج به هو أن توحد ليبيا في حكومة واحدة يتعامل معها المجتمع الدولي وتقوم بواجباتها، وهذا سينعكس حقيقة تدريجيا على المواطن الليبي، على أمنه الغذائي والأمن الحقيقي، وعلى أن تحاول هذه الحكومة أن تمهد لإجراء الدستور والاستفتاء عليه. وهذا يدعنا أن ندعو حقيقة الهيئة التأسيسية لصيغة الدستور أن تستعجل وتعجل بإخراج هذه المسودة حتى يتم الاستفتاء. عندما نجد أن هناك أمور فنية بسيطة يمكن من خلالها الوصول إلى التوافق، كما طرح الآن إضافة نواب أو إضافة ثلاثة أسماء إلى الحكومة، كل هذا يعني أن هناك قابلية لأن تعالج الأمور لكي يحقق توافق أكثر من أجل الليبيين، من أجل توحيد ليبيا، من أجل أن يشعر المواطن بأن ثورة فبراير فعلا نجحت وأن هناك دولة. أما الآن هناك تفكك، هناك انقسام، هناك فساد مالي في الجهتين، هناك حكومات غير معترف بها دوليا. أما ما سينتج عن هذا الحوار الليبي الذي ترعاه بعثة المتحدة سوف يلقى تغطية دولية واعتراف دولي كبير، وهذا سيساعد في أن يعترف. طيب. لكن الآن نحن نتطلع إلى الأفضل، لأن هذه الحكومة المعترف بها دوليا وأنشئت تحت مظلة الأمم المتحدة سيكون احترامها واجب، وسيكون الخوف منها أكبر، وسيكون الانقياد لقراراتها أكبر، لأن هناك الآن تجاوب من أغلب التشكيلات المسلحة، وهناك تجاوب من ضباط الجيش والشرطة، وأنهم سيخرجون في ذلك الأمن الظاهري الذي سيتحول إلى أمن حقيقي عندما يشعرون بوجود الحكومة ويتم حمايتها ويتم خروج الناس للشوارع بشكل المسؤولين، بحيث أن شيئا فشيئا نحن أكثر ما يمكن أن نشعر به ونحس به سريعا هو أن الآن، ولعلك تعلم أنه بمجرد هذا الإعلان وبمجرد التوقيع سوف حتى سعر الدينار سيرجع وسيتعافى، سيكون هناك انعكاس على الحياة الاقتصادية للمواطن. ستحاول الحكومة بعد ذلك أن تعيد الحياة الطبيعية للمواطن في مأكله ومشربه وعلاجه وصحته. هذه الأمور كلها انهارت، لا بد من حل، لا بد من التفاؤل والمضي قدما، لا نصبح أن نتساءل ونتخوف ونترك ليبيا تنهار. طيب. نقرر نتخذ القرار ونمضي إن شاء بعد الله. يا كبدي يا بالله، هذا الكلام اللي يرص فيه تحققتش منه كلمة واحدة؟ أسألكم بالله، توا لما يتكلم على انهيار الأمني والانهيار الاقتصادي، شوفوا حتى الألفاظ، انهيار أمني وانهيار اقتصادي، راهو كان الدولار بزوز وعشرين وكان يطلع من القصور يمشي لعين زارة في حوشة الدكتور صالح مخزوم، ما فيش مشكلة بك. كان حفتر في سيدي فرج وبنينة لما يتكلم صالح مخزوم، وما لم تحققه الدبابات والصواريخ حققناه بجرد قلم، وقال لك أن هذه الحكومة التي أنشئت تحت مظلة الأمم المتحدة سيخاف منها الجميع وسيرضخ لها الجميع. لا والله يخاف منها حفتر ورضخ لها حفتر، ده واضح والله فهم. وأن هناك أمور فنية بسيطة، أنا راني حط فيكم في المصطلحات مش ما يضحكوش عليكم يا شعب، ونحن من أجل الليبيين ومن أجل ليبيا، وأن هذه الحكومة ستوفر الأمن الغذائي وسوف توفر الاستفتاء على الدستور، ونطالب الهيئة الدستور أن تعجل بإخراج وبالتصويت على المسودة النهائية للدستور وتقدمها لمجلس النواب. من 2017 من 7 سنوات مقدمة، طبعا صالح مخزوم من هذا اللقاء ولما وقع مشي تبخر معاش لقيناه بكل ولا عاد طلع يتكلم عليه لجنة الدستور، عليه من غذائي، عليه طوابير قدام المصارف، لا عليه كورونا، لا عليه شيء، خلاص اللي عليه دار مهمته دار، هذه اللي واجعتني. تو والله
احنا هنا متحملين مسؤوليتنا، نتكلموا ما زلنا نتكلموا ولا نسكت ولا نصمت، ومتحملين مسؤوليتنا حرفة ولا مبروك بيننا وبين ربي، واو الشعب يسمع فينا ونحاكموا في أنفسنا وما نجدكين روسنا. لا نحضر حين المغنم ونغيب حين المغرم، لا، في الحرب لقيتونا على الشاشة، في السلم على الشاشة، نمارسوا في معركتنا وما نقتنع إن هذا دوري في كل الظروف. لكن يا أخوي تطلع تبيع الوهم للناس، ولما تورطهم في حكومة بدل سنتين توعد خمسة، لا صار من استفتاء على الدستور، ولا صار من توحيد مؤسسات، ولا صار من مناصب سيادية، وكلها قاعدة فوق قلب الليبيين. وبعدين ربي سمعنا عليه بعضنا خير، لا والله قاعدين لكم بمرصاد صلوحة يا صالح يا مخزوم، قاعدين لكم وسوف ننشر كل شيء. هذا الوهم اللي نحكي عليه كان. واليوم السيد صالح المخزوم أيضا عضو في الحزب الانقلابي، وهو أحد أدرع السيد محمد صواني اللي قاعدين يخدمه. للأسف بعد الرجع من سفارة بولندا يبي يولي للمجلس الدولة. كيف انت طلعت من مجلس الدولة؟ كيف يجي يا اخوانا؟ باي نمشي عادي، معليش نستاذنكم، نمشي 4 ولا 5 سنين سفير في بولندا، ولما كمل من بولندا قال لهم بنولي مجلس الدولة، قالوا لي شو الهيد قادي؟ انت تو دكتور في القانون الزفت. تو انت دكتور في القانون. واول من داس على القانون انت. وفي الاخير جاي تبني مجلس الدولة، كيف يصير هذا؟ والله يا جماعة خلاص الفيديوهات الثانية نخلوها الحلقة الجاية، مش نكسد عليهم حتى الحلقة الجاية. خلاص يا شباب أو يسمعوا فيها بقية الفيديوهات بتاع صالح المخزوم ومنصور الحصادي، بقية الحزب الديمقراطي اللي الآن يحاول يقود انقلاب بوجوه أخرى، نعرضها الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن أريد أن أختم بما بدأت به هذه الحلقة، أن الشعوب حين تستغفل يفعل فيها وبها ما يحكم المستبدين والظلمة والأشرار عشرات السنين. في 1969 قلت لكم، واي أمس فقط شهادة الأستاذ عبد الجليل الزاهي أكد ذلك، أن صوت العرب من القاهرة قد أضل كثير من الشباب العربي، حتى أنهم رحبوا بانقلابات العسكر اللي بعدين دكهم في السجن كله، وانتم هاو كل شيء الآن ينشر صوت وصورة. وأريد أن أختم بما بدأت به، لن نسمح لهؤلاء الحداق وهؤلاء الذين يبيعون الوهم ويختارون المصطلحات للضحك على البسطاء، يجب أن نتصدى لهم حتى لا تتكرر المأساة ولا نعود للاستبداد والديكتاتورية. ونطالب ليس ببقاء حكومة الوحدة الوطنية، ولكن بالذهاب للانتخابات، لا لحكومات انتقالية، لا لبقاء مجلس النواب ومجلس الدولة لليهم 10 سنوات وعلى رأسهم المجرم حفتر في السجن، مش هو صغار بيحكمه هيك اللي بيتكلم ويكون راجل وفارس. نذهب إلى الانتخابات، احنا مناش متشبتين بحكومات، لنذهب للانتخابات ونرى ماذا يختار الشعب الليبي، واهلا وسهلا باللي تجيب الانتخابات، مش بتجيبوا لنا حكومه ثانيه وتغيروا في وجوهكم. موعدنا يوم الاثنين بمزيد من الحقائق وبكشف هؤلاء الملاعين. يوم الاثنين ان كنا من اصحاب الدنيا نلتقي، تصبحوا بخير.